طلبنا بسماع الدين، وانا قد التقرير في معرض الرئيس كنا طلبنا بسماع الدين لانه ثم الشاهد السريسه التي قدمت من تالا وقالت بان اوقف مع 20 ضابطا او شرطيا او لا ادري ماذا او عون امن. لماذا اوقف مع الرئيس بالمنطقه بالكسرين؟ وكان كلامها صريح، قالت لانهم رفضوا الانصياع لاوامر اطلاق الرصاص، وبالتالي وقع ايقافهم. ومن اوقفهم سيد الرئيس؟ ولماذا اوقفوهم سيد الرئيس؟ بالتالي هم شاهدين. الشاهد الاول هو المدعو حمادي السرقي، وهو الرئيس رئيس مركز حي النور اداء الاحداث. هذا الاخير الرئيس هذا الاخير اكد يا سريس عديد الشهور ان المتهم وسام الورداني نهرهم واخذهم لعدم استعمال رصاص الحي تجاه المتظاهرين، وقالها في اكثر من موضع في مدينه القصرين منذ الجلسه الفارقه. الشاهد الثاني يا سريس هام وهام جدا، ولهنا تمشيا مع الطلب اللي قدم به الاستاذ دونيفي ينوب احد المتهمين وزميل الحليف الافريقي. الشاهد هذا يدعى أنيس الرطيب يا سريس شيخه مضمون شهادته في البوم، يعني واحد التداخل مضمون شهادته يا أنيس الرطيب يا سريس. هذا وقع إيقافه يا أنيس الرطيب، واحد البوليسية اللي توقفوا نهار 8 نهار 11 شهر توقف أنيس الرطيب. وعلاش توقف؟ لأنه رد الفعل على أحد زملائه من السرية القادمة من نابل تعزيزا وتمهيدا للرصاص بتاع الكسرين، فوقع اغتياده عند مرض الفعل أنيس الرطيبي. لو تعرف أنيس الرطيبي راهو عنده ابن عمه قتل يوم 11، سقط شهيدا يوم 11 عند مرض الفعل شهيد صابر الرطيبي. عند مرض الفعل أنيس الرطيبي وقع اغتياده الى المخفض بتاع منطقه الامن الوطني بالكسرين، وذلك اثر اعتدائه على زميله من سريه نابل الذي شك بانه يمكن ان يكون هو صاحب الطلقه الناريه. أعتذر يا رئيس إن كنت أطلت على مسامة محكمتكم.